طيب بسم الله نبدأ يا باشا. يلا يا باشا، بسم الله. طيب، 58 years old man with progressive chronic kidney disease secondary to immunoglobulin A nephropathy. تمام، was review للنفرولوجي كلينيك. He reported feeling well except for mild ankle swelling. تمام، البلاد تيست شوز لو عنده الهيموجلوبين قليل، البليتلتس كويسه، وايت بلاد سيلز ماشي، الصوديوم قليل، البوتاسيوم عالي، يوريا عاليه، والكريات طبعا عالي جدا، الجلوميرولر فلتريشن ريت بتاعه 5 واقع قوي. تمام، دي مهمه جدا، المفروض يبقى اكتر من 60، ده هنا 5. البايكربونات كويس، الكالسيوم كويس، والاي والفوسفيت عالي شويه. طيب، following this appointment it was decided to that he need to start dialysis. تم التقرير ان هو بقى ايه هيبدا. What is the most likely indication for starting dialysis من الحاجات اللي فوق دي؟ يعني هو عنده دلوقتي اكتر من حاجه مش مظبوطه، ايه من الحاجات اللي فوق ديت اللي هتخلينا نقرر الايه الدياليسيس او انديكيشن للدياليسيس؟ هل هي بقى الهايبر كاليميا اللي عنده، ولا الاسيدوزس، ولا الفلويد اوفرلود، ولا اللو جلوميرولر فلتريشن ريت، ولا اليوريميا؟ نحس ان هي اطلع كده يا باشا، بس على اطلع على نراجع، الفلتريشن بس ريت عشان قليل قوي، يعني نراجع على اند الارقام. ستيل احنا عندنا اقل دلوقتي من 15 يبقى خلاص كده. هو اقل من 15، هنقول دلوقتي اقل من 15 هو ده معناه ان هو رينال فيلير، معناه ان هو رينال فيلير. بس الانديكيشن بتاع الدياليسيز لما يبقى من 5، يعني 5 وتحت، في مكتوب من 5 ل 7، يعني 5 و7 كده يبقى احنا كده انديكيشن للدياليسيز، بس اقل من 7 كده انديكيشن للدياليسيز. تمام، فالإجابة هتبقى عشان الوقت بسرعة ناخد بقى، ما نطولش في الأسئلة، يبقى هنبقى زي ما دكتور حسن قال كده، إيه جروميرو في التريشال ليت وات. انزل كده يا باشا بعد إذنك، ده هياخد معانا وقت شوية في الكلام، بس هيتكرر معانا تاني، هيبقى فيه معلومات كتيرة هنحاول نقولها بس بسرعة، بس في حاجات كتيرة مهمة. الدياليسيس should be started in CKD stage 5 if symptomatic. يعني لو القصه symptomatic هنقول ايه هي السيمبتومز دلوقتي اللي هي indication للدياليسيس. او الجلوميرال فلتريشن ريت اهو مكتوب دروب to 5 ل 7. according to NICE guidelines the dialysis should be started when indicated by impact of symptoms of uremia. يعني ادي اول indication هو ان مش بس يبقى فيه يوريميا، يبقى فيه سيمتوماتيك يوريميا. سيمتومز هنقولها ما هنقولها تحت هتيجي معانا، بس يبقى فيه سيمتوماتيك يوريميا اون ديلي ليفنج اور بايوكيميكال ميجرز اور انكنترولابل فلويد اوفرلود. تمام، استيميتد جلوميرولر فلتريشن ريت من 5 ل 7، ده برضو انديكيشن. الانديكيشن الثاني معايا للدياليسيز، يبقى الباراجراف ده بيقول ان في 2 انديكيشن للدياليسيز عشان بس ما ندوش في الكلام. اول حاجه ان يبقى في سيمبتومز لليوريميا، تاني حاجه الجلوميرولر فلتريشن ريت ايه يكون قليل من 5 ل 7. In this case the patient doesn't have any uremic symptoms. في الحاله دي عشان كده ما اخترناش اليوريميا في الايه في الموجوده معانا. طبعا اليوريميا كانت موجوده عاليه بس ما اخترناهاش لان ما كانش في سيمبتومز لليوريميا. اللي هي ايه بقى سيمبتومز دي؟ اللي هي السيمبتومز بتاع الانكفالوبس. يوريميا يقصد اللي هي الانكفالوبس، اللي هم الليثرجي والنيوزيا والاتشنج والكونفيوجن. اي حاجه من دول لو كانت موجوده في السيناريو كانت تبقى انديكيشن برضو بغض النظر عن الايه عن الجلوميرول فلتريشن ريت. والحاجه الثانيه بقى اللي موجوده ان الجلوميرول فلتريشن ريت بتاعه 5، هو ده الانديكيشن بتاع الايه بتاع الدياليسيس في الحاله دي. ذا بيشن هاز مايلد هايبر كاليميا. الهايبر كاليميا اللي في الحاله ديت مايلد، فمش هتبقى معانا انديكيشن ان احنا نبدا ايه دياليسيس. انزل بقى كده يا باشا، هنتكلم على الرينال ريبليسمنت ثيرابي. في حاجه اسمها رينال ريبليسمنت ثيرابي، ده بن بن
اللي هو الثلاثي اللي هو الهيمو دياليسيس او البريتونيال دياليسيس او رينال ترانسبلانتيشن، دول الثلاثه بنسميهم رينال ريبليسمنت ثيرابي. تمام. الكرونيك كيدني ديزيز از ريلاتيفلي كومن كونديشن افكتنج واحد لكل 8 بيبول في اليو كي. حوالي 10 من الناس اللي عندهم سي كي دي ويل جو تو ديفلوب رينال فيلير، which is defined like glomerular filtration rate بيكون اقل من 15. يبقى لو اقل من 15 glomerular filtration rate ده معناه ان هو رينال فيلير، بس مش معناه ان احنا نبدا ايه، مش انديكيشن للدايلس. احنا قلنا انديكيشن دايلسيس لما يكون من 5 ل 7. تمام. For patient with renal failure the management options are renal replacement therapy. انما هو يعتبر renal failure يعني لو اقل من 15 ده indication معانا لل renal replacement therapy بشكل عام، اللي هو واحد من الثلاثه دول. يعني ممكن يكون ابدا hemodialysis peritoneal dialysis renal transplantation، كل ده على حسب الحاله بتاعت الايه المريض، او ان اعمل conservative management which be palliative، ده لو الحاله مثلا فيها مثلا تيومر او كانسر او حاجه زي كده. There are several types of renal replacement therapy available to patients. ايه هم الثلاثه دول؟ مهمين جدا، الهيموداليسيس والبريتونيال دياليسيس والرينال ترانسبلانتيشن. هيتكلم على كل حاجه فيهم بالتفصيل. Decision about renal replacement therapy option to pick should be made jointly by patient and their health care team taking into account the following. يعني هنحط في اعتباراتنا اللي هيحدد معانا هل هي موداياليسيس او بريتونيال دياليسيس او رينال ترانسبلانتيشن، حاجه بقى من الحاجات دي اللي هي الكواليتي اوف لايف، اللايف اكسبكتنسي، البيشنت بيرفورم بريفرنس، الكو اكزيستنت ميديكال كونديشن، على حسب الحالات بتاع المريض هختار بقى او هحدد انا همشي على اي حاجه من الثلاثه دول. هيبدا يتكلم بقى على نقطه نقطه في الحاجات دي. اول حاجه الهيموداليس، الهيموداليس ده الموست كومن رينال ريبليسمنت ثيرابي، ده اشهر واحد فيهم. This involve regular filtration of blood through dialysis machine in hospital. يعني الهيموداليس دي بتحصل في الهوسبيتال عن طريق ماشين، ما بتحصلش في البيت. الهيموداليس في الهوسبيتال عن طريق ماشين. Most patient need dialysis 3 times per week. يبقى الهيموداليسيز الناس لو قررت لها هيموداليسيز هيبقى 3 مرات في الاسبوع. خلاص المره الواحده بتاخد 3 لـ5 ساعات. خلاص. طب كم اسبوع همشي عليه؟ احنا قلنا 3 مرات في الاسبوع لمده اتليست 8 اسابيع قبل ما ابدا الايه التريتمنت بتاعه. يعني هيتنيه ماشي على دياليسيز وبعد كده على الاقل 8 مرات وابدا امشيه على بقى ايه ريجمن تريتمنت معين على حسب حاله. The patient must undergo surgery to certain arteriovenous fistula. لازم المريض طبعا يتعمل له arteriovenous fistula which provides the site for a hemodialysis. Most commonly this create in the lower, بيتعمل السايت بتاعه فين؟ في اللور arm. Some patients may be trained to perform home hemodialysis so that they don't have regularly attend. في بيقول لك في بعض الناس ممكن يتعمل لهم هوم هيموداليس وبالتالي مش هي يعني ده هيوفر عليه انه كل شويه يروح، بس اكيد هيتوفر له الاجهزه بتاعت الهيموداليس في على البيت، وده يعني ما اعتقدش انه مشهور. يعني البريتونيال دياليسيس بقى هو اللي بيتعمل في البيت. يعني is another form of renal replacement therapy with a filtration. يتركب للمريض اي كاستر. خلاص. الدياليسيس سوليوشن از انجكتد تو ذا ابدومينال كافيتي ثرو ذا بيرمننت كاستر. يتركب له قسطره دايمه بيتحقن فيها ايه بقى؟ بيتحقن فيها هاي دكستروز كونسنتريشن فور سوليوشن. ده هيعمل ايه الدكستروز كونسنتريشن ده العالي ده؟ هيسحب الويست برودكتس من البلد للابدومينال كافيتي عن طريق البريتونيوم. يعني البريتونيوم ده عامل زي فلتر، وبالخاصيه الاسموزيه بقى هيسحب، انا حقن ديكستروز بتركيز عالي، فهيسحب بقى الويست ايه برودكتس من البلاد عن طريق البريتونيال او البريتونيال. After several hours they will time the dialysis solution is then drained. بعد كده هاخد الدياليسيس ده بقى يعني اعمل له درينج وريموف الويست برودكتس فروم ذا بودي اند اكسشينج
نيو داياليسيس سوليوشن وابدا اكرر بقى القصه تاني. There are two types of peritoneal dialysis. عندي نوعين من البروتونيال داياليسيس، continuous ambulatory peritoneal dialysis او الاوتوميتد بروتونيال داياليسيس. الكونتينوس امبيولاتوري دوت هو عباره ان انا هعمل في الاكستشينج الواحد، في التبادل الواحد، عمليه التبادل دي بتاعت الفلويدز ديت بتاخد من 30 ل 40 دقيقه، والفلويدز بيتنيه جوه، اسيبه جوه من 4 ل 8 ساعات. تمام؟ من 4 ل 8 ساعات جوه على ما يعمل بقى يسحب الويست برودكتس والكلام ده. والمريض بيقول لك ممكن يمارس الاكتيفيتيز بتاعته عاديه، يعني انت بتحقن السوليوشن وتسيب المريض يمارس حياته بشكل طبيعي، وبعد كده تقوم عامل بقى الاكسجينج بتاعك تاني اللي هياخد حوالي ايه نص ساعه او من 30 ل 40 دقيقه. ده الكونتينوس. الاوتوميتد بريتونيال دياليسيس ده دياليسيس ماشين فيل اند درين. انا هعتمد هنا على ماشين، مش بس قسطره وانا هحقن وافض انا بنفسي مانيوال كده، لا انا هعتمد على ماشين هي هتساعدني، عشان كده اسمها اوتوميتد. ان افل ودرين الابدومين للابدومينال دايلسز ويل ذا بيشن از سليبنج اثناء نومه، بيتعمل بالليل وبرفورمنج 3 ل 5 اكستشينج، بعمل بيع الجهاز ده بيعمل اكستشينج 3 ل 5 مرات، والكلام ده بيتم على مدار من 8 ل 10 ساعات. تمام؟ اللي بعده. معلش بس في نقطة عايزة أوضحها يا دكتور أبو سيف، أي الكلام كويس، بس هو الهيمو داياليسيس كان، بس النقطة اللي هو اتليست 8 ويك، هو قصده على الماتوريشن للفيستولا، الاي دي فيستولا، هو بيقول لك إن هو بتاخد حوالي شهرين عبال ما نبدأ نستخدمها في الداياليسيس، هي الجملة اللي فوق دي. كنت أسأل السؤال ده برضه، يعني هم دول اللي الفيستولا المفروض بنعملها، الاي في فيستولا بنعملها وبعد كده بنستنى عليها حوالي من شهر ونص لشهرين لحد ما يحصل لها ماتوريشن، تمام؟ بعد كده بنبدا نستخدمها كدايلسيس. تمام. هو السيشن تقريبا يا دكتوره تيسير بيعملوا 3 سيشن وبعد كده بيقرر بقى ان هو هيكمل بيرمننت ولا خلاص هيبقى ريزورفد، صح كده؟ هو الفيستولا فيه كذا حاجه، فيه اللي هي لا مش بتكلم على الفيستولا، لا انا بتكلم على العيان اللي هو انا خدت الديسيجن ان هو هيغسل خلاص. تمام. فهو ممكن يغسل، يعني بياخدوا قرار انه يغسل 3 غسلات ورا بعض، وبعد كده بيقرر بقى هل هو خلاص ريزولفد، لان في عيانين كتير بيغسلوا 3 غسلات وبعد كده بيتظبطوا وما بيغسلش تاني خالص. تمام. ايوه بص، هو الديسيجن يعني ان هو يكمل اتليست 3 سيشن بس، يعني ماشي. لا انا بتكلم على نقطه الايت ويكس، ده بيقصد بيها الفتره اللي انت هتحتاجها للماتوريشن للايفي فيستولا، لان قبل كده مش هتعرف تشتغل منها لانها ما حصلهاش ماتوريشن. تمام. فهو بيحتاج من شهر ونص لشهرين لحد ما الايفي فيستولا يحصلها ماتوريشن عشان تبدا تحط فيها الابر بتاعه الغسيل دي. بس انا بقى طب في خلال الثمان اسابيع دي يا دكتوره ايه اللي بيحصل؟ يعني يقصد ان في خلال الثمان اسابيع ده بيمشي على ادويه وبعد كده الدياليسيس هيبدا يمشي يبدا بقى معاه، ولا اللي بيحصل ايه؟ ان هو بيعمل فيستولا بين الارتري وفين، المفروض بنعمل حاجه اسمها ارترايزيشن للفين. لا بنعمل له سي في بي، مش سي في بي. ايوه يا دكتوره ماشي، ما احنا بنركب هو كده كده. انا قصدي قبل الفيستولا احنا بنقعد نغسل من السي في بي لحد ما نعمل له الفيستولا وتماتيور والكلام ده، نبتدي بقى نغسل منها. بس طبعا موضوع السي في بي ده هم بيخافوا منه عشان الانفكشن، وعشان هو حاجه يعني انوينج ذا بيشنت ان انت تفتح له دايما في رقبته فتحه بتغسل له منها يعني. فاحنا بنعمل دوت بس مؤقتا يعني لحد ما يحصل ماتيوريشن للفيستولا. يا اما حاجه ان انت مش بتغسل من الفيستولا الا بعد 8 اسابيع. تمام. ده لو البيشنت مش جاي بفيستولا، لو مش بريبير بفيستولا، لو جاي بريبير بفيستولا وعدى عليها الفتره دي وماتيور ممكن نوصل منها، مفيش مشكله يعني. وطبعا لو فيرست دايجنوز احنا بنتكلم على اللي هو الواحد لسه في البدايه اول مره بقى هيغسل والكلام ده. طيب معلش يا دكاتره بعد اذنكم، بس بعد اذنكم، يعني هي الجمله اللي مكتوبه اللي هي اتليست 8 ويكس بيفور ذا كومنسمنت اوف تريتمنت، دي المقصود بيها ان انا اصل هي جايه بعد ما قال ان هو ان هي 3 مرات في الاسبوع والمره الواحده مش عارف. بص يا دكتور، نقطه بعد 3 ساعات، نقطه بعد كده 8 اسابيع اوف كومنسمنت اوف تريتمنت، بين قوسين كريت الاي في فيستولا، بين في كوما يعني بروفايد سايت فور هيمو دايلسيس، سايت فور اي في فيستولا دايلسيس.
هي الجملة دي confusing صراحة اللي كاتبها، يعني هي confusing، بس هو يقصد اللي هو يعني الفترة اللي محتاجها ليه الماتيوريشن الاي بي فيستولا. تمام. وفي بس خلال يعني كنت الفترة دي بوضح. اما اعمل دياليسز عن طريق السي في بي او اني اجل الدياليسز لغاية ما يحصل الفيستولا. لا طبعا هو البيشنت مش هيتأجل زي ما دكتورة عائشة قالت، هم كده كده راكب سي بي بي ده للطوارئ، وطبعا ليه مشاكل كتيرة. لو عمل بيعمل الفيستولا هتاخد ما فيش حد ماتيوريشن. بيأجل دايلسيس لو هي indicated بتعمل له. تمام كده تمام ماشي. ننزل يا باشا دكتور حسن. طيب الرينال ترانسبلانتيشن. الرينال ترانسبلانتيشن involves the recipient of kidney from either alive or deceased donor، يا اما واحد عايش او متوفي خدت منه العضو يعني. The average weight of kidney in UK is 3 years، يعني الكليه ممكن تبقى بره تنفع تتنقل يتحافظ عليها لمده 3 اسابيع في 3 سنين قصدي في اليو كي. So patient may also receive kidney donated by cross-matching friends or family. The donor kidney is transported into the groin. ال kidney اللي هي هتتنقل هتبقى في منطقة الجروين with the renal vessels connected to the external iliac vessels، هيبقى متصلة بال external iliac وحدة التغذية بتاعتها من external iliac vessels يعني. The failing kidney are not removed، يعني الكليه اللي هي مكسله او مش شغاله او فيلنج يعني مش هتتشال، يعني هتتحط الكليه اللي هي الاضافيه ديت في منطقه الجروين مع المحافظه على الكليه الثانيه مش هنشيلها. Following transplantation the patient must take lifelong immunosuppressant to prevent rejection of new kidney. The average life span of the donor kidney هيبقى من اللايف سبان هتبقى من 10 ل 12 سنه لو الكيدني دي ديكيز من ديكيز دي دونر يعني، او من 12 ل 15 لو من ليفنج دونر. تمام. بس عايزه كومنت على النقطه اللي هي الافريج ويت فور كيدني اللي هو اللي يعني الويتنج ليست، ان هو العيان ممكن يقعد ويتنج ليست عشان يلاقي دونر افريج 3 years. دي مش صلاحيه الكيدني نفسها انها تحافظ عليها 3 سنين. لا waiting، ما هو الكيدني لازم جاس من الدورة الريسيبيت، مش هتقعد اكيد 3 سنين يعني outside يعني يعني. بس هي ده waiting list، يعني هو كده كده واخد دوره عشان يلاقي دونر بأفريج قد ايه، بيقعد 3 سنين يعني. هو اقصى حاجه لو هو indicated لرينال ترانسبلانتيشن اقصى مده يقدر ينتظرها 3 سنين، ده كلام حضرتك كده؟ لا بيقول الافريج يعني ممكن مور اور ليس، يعني متوسط الويتنج ليست اقصد ان الكيدني هو بتاعته انتظار انتظار المريض يعني، انتظار المريض اللي هو بالظبط. يسأل. ايوه تمام. اوكي الكومبليكيشنز بقى اطلع بس يا باشا بعد اذنك شويه. طيب الهيمو دياليسيز الكومبليكيشنز بتاعت طبعا ممكن يحصل انفكشن في السايد بتاع، وممكن يحصل اندوكاردايتس، ممكن يحصل استينوزس في السايت، ممكن هايبوتنشن، كارديك اريزما، اير امبوليزم، انافيلاكتيك رياكشن، ديس اكوليبريم سندروم. ديس اكوليبريم سندروم دي لو في اعتقد الدكاتره معانا يوضحوا لنا، دي بسبب اللي هي رابد دياليسيز، لو حصل رابد دياليسيز او حاجه يحصل ديس اكوليبريم سندروم بسبب الاسموزس واليوريا مثلا اتشالت بسرعه من البرين او حاجه زي كده فيحصل ديس اكوليبريم سيندروم، صح كده يا دكتوره تيسير؟ هو الديس اكوليبريم ده اللي هو لو احنا عندنا اللي طبعا عين الاند ستيج ده بيحصل، بتبقى اليوريا عاليه، اليوريا دي حاجه اوزموتيك فبتبقى معاها الووتر. هما كده كده في الطوارئ المفروض بيبداوا باول سيشن ساعه واحده بس، بعد كده بيزودوا المده، تاني سيشن بيزودوها بتبقى حوالي ساعتين او ساعتين ونص، اخر سيشن ممكن 3 ساعات ونص او 4. تمام. اول سيشن ليه مديها ساعه؟ عشان احنا مش عايزين نوقع اليوريا مره واحده، لان احنا لو وقعناها مره واحده العيان بيحصل له ديس اكوليبريم سيندروم. تمام. يعني هي بسبب الرابد، لو في رابد مثلا ووشنج لليوريا او كده. بالظبط كده. تمام. طيب ال اطلع فوق بس يا باشا سنه كده عشان العمود الثاني.
ده اللي هو الكومبليكيشنز بتاع البريتونيال دياليسيس. الكومبليكيشنز بتاع البريتونيال دياليسيس يعني ينفع يتحفظ او يتقسم كده اتنينات، يعني اول اتنين فيهم بريتونايتس، يعني بريتونايتس وسكلروزين بريتونايتس. تاني اتنين خاصين بالكاثيتر، كاثيتر انفكشن او كاثيتر بلوكج، ممكن يحصلها انفكشن او تشد. الاتنين اللي بعديهم هي عبارة عن ريتينشن او كونستيبيشن، فلويد ريتينشن وكونستيبيشن، دول برضو عبارة عن اتنين فيهم ريتينشن. وبعد كده هيبقى فيه ممكن يحصل هايبر جلايسيميا، طبعا لان احنا بنستخدم هنا ديكستروز فممكن يحصل هايبر جلايسيميا. مال نيوتريشن، هيرنيا، باك بين، دول ممكن يحصلوا بسبب الايه، البريتونيال دياليسيس. الهيمو دياليسيس بقى كومبليكيشنز، اطلع عشان باشا بعد اذنك، ايوه خلاص، ممكن يحصل بسبب الرينال ترانسبلانتيشن، قصدي السايد افكتس بتاعته ممكن تبقى دي في تي او بالمونري امبوليزم. يا اما يعني اول اربعه كده، يا اما ثرومبس او ثرومبوزس ممكن يحصل، يا اما انفكشن، يا اما مالجنسي، يا اما بون مارو سابريشن، طبعا دي مشاكل ترانسبلانتيشن، او ريكرنت اوريجينال ديزيز. ممكن يحصل للاوريجينال ديزيز اللي كان في الكدني الاساسيه يتنقل للكدني اللي هي حصل لها زرع. يعني يورينري تراكت اوبستراكشن، ممكن يحصل اوبستراكشن، كارديو فاسكولار ديزيز او جرافت ريجكشن، طبعا اشهر الكومبليكيشن. تمام. طيب the average life expectancy of patient with renal failure that doesn't receive renal replacement therapy is 6 months. يعني ال average life expectancy of patient with renal failure that doesn't، يعني هو لو ما indicated لرينال replacement، دي مش فاهمها بقى دكتوره تيسي. يعني هو لو هو عنده رينال دلوقتي فيلير، المفروض ان احنا قلنا الويتنج فوق، مش قلنا ثلاث سنين. هو بيقول لك ان الافريج للرينال ريبليسمنت ثيرابي، ولا بيتكلم على رينال ريبليسمنت ثيرابي بقى، مش بيتكلم على الترانسبلانتيشن. لا، بيشنت معاه رينال فيلير المفروض هتدي له رينال ريبليسمنت، سواء يعني هتعمله دايلسيس مثلا يعني. تمام. يعني هنا مش بيتكلم، ايوه مش بيتكلم على الترانسبلانتيشن. لا 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 لا، هو ريفيوزنج مثلا، هو عنده مثلا اسيدوزيس، عنده هايبركاليميا، عنده اي حاجه، فالمفروض هو يدايلايز وهو ريفيوزنج. فهو كده كده يقدر يستحملها 6 شهور. اي ثينك اقل من كده كمان برضه. تمام. The symptoms of renal failure that is not being adequately managed. Symptoms اللي هي that not being adequately managed برينال ريبليسمنت سيرب، يعني دي كلها اعراض مش indicated للرينال ريبليسمنت سيرب. المفروض ان فيهم دكتوره برضو كاتب نوزيا وكاتب بروريتس والحاجات دي، كانت ممكن تبقى indication ان في انكفالوباس. يعني ما اعرفش ليه مكتوبين هنا دول، confusing برضو شويه. لو اصلا يعني ما بتتحلش دكتور، واظن دي ما بتتحلش بالرينال ريبليسمنت سيرب. يعني الاعراض دي برضو، والناس اللي بتغسل عندها الاعراض دي، بتغسل او ما بتغسلش، الاعراض دي مش حلها. احنا بنقول للمريض كده، انت هتغسل هتحل لك بعض الحاجات، لكن في حاجات ملهاش حل. تمام، حلو. فوق واحنا بنقرا كان الكلام ده بقى بنعالجه سيمبتوماتيك تمام. في فوق قال الانديكيشن للرينال ريبليسمنت ثيرابي، من ضمن الانديكيشن كانت اليوريميا مانيفستيشنز. من ضمن اليوريميا مانيفستيشنز او الانكفالوباسي كان في اتشنج وكان في نوزيا، وهنا كمان مكتوب بروريتس وفي نوزيا. ان هو الحاجات دي بدات تاثر عليه قوي، مش معناها ان الرينال هيعالجها. يعني لو جالي يعني معناها ان هو وصل لحاله صعبه، ان هو وصل خلاص لاند ستيج، بس مش معناها ان انا الدياليسيز هيحل لي المشاكل دي. طبعا مشاكل الدياليسيز عامه كتير جدا، يعني في حاجات كتير ما بتتحلش بالدياليسيز، وبنضطر نديها سيمتوماتيك تريتمنت يعني. وزي ما هو قال لك كده، حتى اللي عنده يعني، هي الدنيا عامه الكرونيك خلاص بقى واصل لدياليسيز، بيبقى عنده مشاكل تانية كتير وكلها بتتعالج. يعني بعضها هيقابلنا كتير قوي في الرينال يعني، بس في الاخر هو بيقول لك ان الدياليسيز مش هيعالج الحاجات دي كلها. طيب حتى لو يعني عملت دياليسيز، هو بيتكلم على رينال ريبليسمنت ثيرابي، حتى لو ان كمان عملت ترانسبلانتيشن مش هيبقى حل في الحالات دي كلها. ترانسبلانتيشن اعتقد لا، قصده اكيد على الدياليسيز، ان الترانسبلانت خلاص انت شغال بقى كويس كدني حقيقيه. وبعدين هو بيقول ادي نوت ادي كوت، يعني مش ادي كوت
لكن ممكن تتحل شويه، يعني مش هتبقى يعني زي من غير خالص دياليسيس، بس يعني هيبقى لسه برضو اثارها موجوده، والناس اللي بتشوف ناس بتغسل هتلاقي فعلا الحاجات دي موجوده عندهم مستمره حتى هم بيغسلوا. لانه يعتبر وصل لاند ستيج والحاله بقت صعبه، صح؟ انت مهما كنت بتعمل ريبليسمنت الحاجه مش زي الاوريجينال، بس لا بصراحه الناس اللي شفتهم دارعين كليه لا ما عندهمش اي حاجه خالص، يعني حياتهم طبيعيه الحمد لله تماما، بخلاف موضوع العلاج اللي بياخدوه اللي هو بيعمل مشاكل تانية، يعني اللي هو بيهبط المناعه وبيخليهم دائما عرضه لحاجات تانية. تمام. لكن لا بيعيش نورمال، ما بقاش عنده اي حاجه من الاعراض دي. تمام، ممتاز، شكرا. تمام، ننزل للباشا على السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه تقريبا بيتكلم على نفس الموضوع، بس يعني هيبقى نفس الشرح اللي عليه، بس الفكره ثانيه شويه. 44 years old Greek Cypriot man is reviewed in renal outpatient clinic. His renal function has been progressively deteriorating over the past 5 years, secondary to poorly controlled type 2 diabetes mellitus. The glomerular filtration rate بتاعه now 7. تمام؟ طيب، but continues to pass urine. بس بيقدر pass urine. Recent ultrasound scan have shown that he would automatically be suitable for renal transplant. وهو suitable renal transplant. However, you explain that in the context of the ethnicity, there is an uncertain weight of suitability of organ should be patient required to proceed down this path. His 15 years old son, who is present with the patient, two daughters, and wife. الشخص ده عنده ابن عنده 15 سنة وكمان دوتر، والاف دول كلهم ممكن يعني هيتكلم على مين فيهم ممكن يعني هل بقى في إمكانية إن حد منهم يبقى يكون هو المتبرع ولا لأ. هنشوف. Offer his father بيعرض على his father a donor kidney due to high likelihood of compatibility عشان في تشابه في الأنسجة which the patient would like to proceed with. The father's blood test shows hemoglobin نازل، platelets يعني شوية، white blood cells كويسة، الصوديوم كويس، potassium كويس، يوريا عالية، كريات عالي، pH acidic شوية. انزل كده يا باشا. What is the most appropriate next step؟ الحالة دي ملخصها بس، هو الجرومير فلتريشن ريت بتاعه واقع، بس هو بيقدر يباص يورين، بس طبعا احنا قلنا 7، واحنا قلنا فوق من 5 لـ 7 المفروض ان هو من 5 لـ 7 indication. هل هو الحاله دي بالمعطيات دي monitor renal function و discuss replacement therapy بعد 6 شهور او في خلال 6 شهور، ولا start تبدا hemodialysis و discuss renal replacement therapy في خلال 6 شهور، ولا start preparation انك تبدا preparation للhemodialysis ويتحط في لسته for renal transplantation، ولا start preparation for hemodialysis ويتحط renal transplantation. Renal transplantation الأولانية of national transplant list. Renal transplantation الثانية من son's kidney، هياخد من ابنه. تمام؟ ولا palliation، هياخد palliative treatment. إيه رأيكم يا دكتور؟ هو son less than 18 تقريبا، هو not prefer صح؟ هو المفروض نعم. over 18 او over تقريبا age of 18. هات لنا كده يا دكتور حسن، معلش تمام. 44 سنة ايوه. هي الجلوميرال فلتريشن ريت هي بالنسبة له بس هي الرقم يعتبر واقع، وطبعا اليوريا والكريات عاليين. خاصه دايابيتس، هتستنى ايه ده؟ تايب 2 دايابيتس هايبرتنشن، هتستنى ايه؟ واسيدوتيك، هو اسيدوتيك كمان. اسيدوتيك ماشي. انا مش عارف الموضوع بيحصل امتى، بس سن معين فعلا الدونر لازم يكون
انت تستارت داليسز وتحطه على الناشونال ترانسبلانت على الناشونال لانه سون ليس ذان 18 تقريبا هم نت نت انكلودنج يعني في از دونر يعني. طيب ايه الفرق بين هي تقريبا عندها شروط كان ايه الفرق بين ستارت هيمو دايلسيس وستارت بريباريشن وفي مدارس يعني يعني هو يقصد ايه بالبريباريشن يعني يعني ده يعني انا هبدا نعمل على يعني يعني ايه فيستولا مثلا هنعمل له ايه فيستولا بريباريشن هنبدا يعني من طول الكدني فانكشن بعد كده تعمل له يعني حاجه زي الاي في فيستولا وبعد كده لما تبقى ماتوريشن ماتيور يعني هنبدا هيمو دايلسيس منه. تمام. طيب طيب الإجابة وهنا ما فيش أي حد أكوت فما فيش حد بيعمل دياليسيس في حد أكوت هي التودي يعني. تمام يبقى احنا كده معانا يا إما ستارت بريباريشن للهيمو دياليسيس من ناشونال أو ستارت بريباريشن من الصن ياخد من ابنه ولا ناشونال؟ ناشونال الابن 15 سنة. ايوه اللي هيخلينا ما نختارش الابن ديت هو العمر بس بتاعه لان العمر أيوة. اه لان العمر يبدا من 18 صح كده من 18 سنه هتبقى مكتوبه تحت دلوقتي انزل يا دكتور حسن بعد اذنك. طب ليه مش 6 شهور يعني ولا هو مش ايرجنت يعني ولا ايه؟ ما هي الدكتوره قالت بقى ما بنبداش يعني فيش حد بيبدا دياليسيس في نفس اليوم ولو ان طب وليه برضو يا دكتوره ما هو ممكن نبدا في نفس اليوم ونبدا بالسي في بي صح مش حد قال كده دلوقتي هو يعني اقصد ليه في السؤال دوت لو انت عندك اكيوت انديكيشن لو انت عندك اكيوت انديكيشن الموضوع ده اللي هو واحد البوتاسيوم عادي الجلوميرولار تمبريشر ريت بتاعك واحد عنده اسيدوسيس لا ده مش اكيوت ده مش اكيوت هو الاكيوت لو انت عندك ريزيستنت هايبركاليميا ما بتنزلش انت واخد بالك او لو في بالمونري ايديما دي مانيفيستاشن بتاع الاوفرلود انت واخد بالك او لو في برضو يوروميك انكفالوباسي في واحده كمان مش فاكر هي الاسيدوزيس بوتاسيوم عند بوتاسيوم انديكيشن بوتاسيوم ما انا قلتها بوتاسيوم ريزيستنت لازم يكون ريزيستنت للميديكال تريتمنت الاول يعني هو لو تمديه تريتمنت بالظبط ايوه بالظبط تبداي تدخلي للاكيوت تقريبا اربع حاجات الانديكيشن بتاع الاكيوت مش فاكر الرابعه ايه بصراحه الاسيدوزيس نقولهم تاني بعد اذنكم لو حد عارفهم نقولهم تاني بس الانديكيشن بتاعت الاكيوت هيمو دايلز لو انت عندك عيان اسيدوتيك محمد اتفضل يا دكتوره اتفضل ماشي اتفضل لا 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 والله ابدا اول حاجه احنا عندنا لو احنا بنتكلم على الكرونيك كيدني عندنا انديكيشن لو عيان جاي اسيدوزيس او يوريميا سيمس اوف يوريميا ريزيستنت فوميتنج او هيكاب عيان عنده ريزيستنت ايتشنج بالرغم ان انت اديت له الحاجات بتاعت اللي هي الفوسفيت لورنج ايجنت هو لسه عنده ريزيستنت ايتشنج عيان بتاع ده عنده بريكارديال افيوجن تمام ده برضه بنديله ايجنت دياليسيس او ريزيستنت هايبركاليم تمام هي الفكره بس ان العيان ده دايبيتك هايبر تنسيف والعيان الدايبيتس المفروض احنا بنحب ان نغسل له ايرلي شويه عشان الافكت بتاع الاسيدوزيس لو احنا استنينا لونج تيرم الاسيدوزيس ليها افكت على كل حاجه فبيبقى العيان بور بروجنوزيس هم قالوا لو احنا ستارت دايلسيس بدري شويه للعيان مش لازم نستنى لحد رقم 7 ده بيبقى احسن في الاوتكم يعني قصدي السؤال ده ديبيتابل كمان يعني هو ان هو عيان عند 7 ودايبيت هايبر تنسيف والارقام دي ولسه هاي بريبير فور هيمو دايليسيس يعني انا شايفه ان ده كتير صراحه يعني. طب والعيان على فكره لسه بيبص يورين ممكن يكون لسه في شويه ريزيدوال فانكشن ما فيش خالص على فكرة اليورين باسج ملهاش في الكرونيك كيدني ملهاش علاقة بالدايلسيس يعني احنا بنتكلم على اليورين اوتبوت ده في الاسنان اللي مش بيبص يورين بيبقى انت عايز فيه فلويد داخل الجسم فلازم تعمل دايلسيس مش ما عندكش حل تاني لان الفلويد اللي داخله مش خارجة الاكيوت كده ما ماشي ما هو ما قالكش بيدخل قد ايه يخرج قد ايه قصدي وبعدين في عيانين كتير بيبصوا فلويد ولكن الجنرال كونديشن برضو بيبقوا فيهم مشاكل فاهمين يعني دي عشان كده بقول لك يعني هو في كذا حاجه في البيشنت ده بالذات ما عندوش اي حاجه تخليني ادخله دلوقتي وكمان هو كاتب لك ناو الاسيدوزيس قلناها رقم واحد قلته الاسيدوزيس انديكيشن للاكيوت هيمو دياليسيس طب ما هو المريض ده اسيدوتيك برضه
ولا اسيدوزس ليها رقم معين يعني يكون اقل من رقم معين؟ تقريبا او في رقم معين تقريبا اقل من، لو هو 7 اقل من 7.2، بس انا قصدي يعني اللي هو الدايبيتس هايبرتنسيف حتى الدايبيتس، وخصوصا دايبيتس ده احنا الاسيد